عن عدلونا عن بشرونا عن جار الشعب الجاي شكله كتير بشع، كتير بشع عليهم، مش كتير بشع علينا. الناس راح تنتفض بشكل كتير بشع، خيار راح يروح على خيار دموي مثل ما هني راحوا على خيار دموي. واليوم تأكد أنه فتنا نحن على نفق مختلف كليا عبر اغتيال الصحافي والناشط لقمان سليم. هيدا الخيار مرفوض بغض النظر اذا بنختلف او بنتفق معه للقمان سليم، ولكن الخيار الامني اللي اخذته السلطه رح يرتد عليها سلبا. واللي كان يصير بال 2005 قبل ال 2005 هلا بظل التغيرات الموجوده ان كان شعبيا ولا ان كان اقليميا ولا كان سياسيا داخليا مش مسموح يصير وممنوع يصير ولا ممكن يصير ويكفي، رح يرتد عليهم سلبا بخيار دموي اخر. نصعد وما رح نكن، رح نضلنا لحتى نلاقي الحقيقة ولحتى نكشف الحقيقة، رح يشوفوا منا أكثر بعد من هيك. قال لقمان سليم رح يطمعوا الثورة عنا غلطانين، هذا نتيجة إفلاس إلهم، هن مبلسين لو ما مبلسين كانوا بيحاوروا يناقشوا. وما من خاف وما من طاطي، ما من خاف وما من طاطي، والترهيب على صباطي، والترهيب